اهلا وسهلا حبايبي متابعيني عائله ام زياد. النهارده هعمل معاكم اكله جميله روتين حلو زي ما انتم شايفين معايا. النهارده اللي عملت الاكل دوت الجميل معانا دي البطه بحلوه، وهوريكم الطريقه بتاعتها عملت ازاي. معانا الملوخيه والمحشي، شفتوا جمالها؟ وطبعا ظبطنا المطبخ وروقناه، بس يلا اللي شفنا قبل ما نشوف طلباتنا عملنا ازاي الحاجات الجميله ديت. بس تعملوا لنا لايك على الفيديو وتقولوا لي ايه رايكم. تعالوا يلا ما نشوف الطريقه عملناها ازاي بكل بساطه وكل سهوله مع اكله لذيذه، ويلا بينا على الطريقة بتاعتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي متابعين عائلة أم زياد، يا رب تكونوا بخير وأحسن حال. النهاردة هعمل معاكم روتين حلو جدا، يا رب فيديوهاتنا تكون خفيفة عليكم دايما. والنهاردة هنعمل روتين في المطبخ، حاجة خفيفة إن شاء الله، ونعمل معاكم الغدا ونظبط بقى المطبخ ونعمل فيه شوية حاجات ونعمل معاكم الغدا. حبايبي متابعين عائلة أم زياد، قبل ما نبدأ فيديونا نصلي على رسول عليه أفضل الصلاة والسلام، واللي ما عملش اشتراك في القناة يعمل لنا اشتراك في القناة ويعمل لايك على الفيديو دوت، وتقول لي ايه رأيكم في الكومنتات. يلا بسرعة تعالوا ما نشوف هنعمل ايه في الروتين بتاعنا. النهاردة هنبدأ بأي حاجة، ده البوتاجاز معانا اهو، انا بعمل الغدا بجهز فيه، نعمل الصلصة، هنعمل محشي النهاردة مفاجأة. طبعا تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه كمان. هنا بقى لوازم الغدا، هنا المطبخ الحوض بقى في شويه مواعين هنغسلها، ولسه بقى بعد المحشي والحاجات ده كله بيبقى فيه مواعين كتير. هنا بقى معانا بسم الله ما شاء الله الله اكبر، معانا الكرنب الاول. بس انا طبعا انا كنت عامله معاكم طريقه الكرنب، فقلت لا مش هعمله معاكم تاني، فانا هعمله يعني واوريه لكم في الاخر بعد ما اعمله. وقلت بقى ما كنت خلصته وقطعته وسبته، لسه هكمله بقى ونحشيه. هنا بقى معايا طريقة، هعمل لكم بقى معانا طريقة البط. ده بط اهوت، هنعمل معاكم طريقة البط عشان ما عملتهاش معاكم قبل كده، ونوريكم نعملها ازاي. بسم الله ما شاء الله، بس انا مغسلاها ومنضفوها بقى ومجهزاها على اللي انا هعملها على طول عشان نطولش عليكم طبعا. انا حاطاها بس في مية تنقع، منقعها في المية وغسلاها وكل حاجة زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله معانا الله اكبر. بالله عليكم اللي ما عملش لايك على الفيديو يعمل لنا لايك كتير عشان يوصل له كل جديد، والجرس تفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد مع ام زياد. تعالوا بقى اما نشوف هنعمل ايه في البطه الحلوه الجميله بتاعتنا دي. دي معانا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله، انا غسلاها ومنضفاها ومخليها زي الفل اهي. بسم الله ما شاء الله اهي، مخليها زي الفل ومقطعاها بقى عشان هبدا احطها في الحله واشوحها ونعملها مع بعض. يلا بينا. وطبعا بقى بعد ما نخلص كل ده طبعا تربكت المطبخ بقى والمواعين بتاعت المحشي والكلام ده كله، نبدأ بقى نمسك نشطب المطبخ ونروقه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه في الحاجة بتاعتنا الجميلة دي. هنا بسم الله ما شاء الله انا جبت الحلة معانا، هنبدأ بقى نحط فيها البطة عشان اديها تشويحة، يعني هديها تشويحة. انا طبعا عاملة معاك المحشي قبل كده، فقلت لا مش هعمله تاني معاكو، اللي حابب يعرف طريقته ولا حاجه انا هسيبها لكم في صندوق الوصف الرابط بتاع الفيديو. طريقته سهله، انتوا عارفين ان انا بعمله بطريقه سهله وحلوه، انا حتى معانا التسبيكه تستوي وايه فانا عاملاها هي. وهنا بقى هبدا ان انا هشوح الفرخه البطه. شايفين بسم الله ما شاء الله بقى البط بتبقى طويله. نسيب الحاجات دي بقى في الاخر عشان نشوح البطة، فقلت هديها تشويحة كده ببصلة بشوية بهارات ليها عشان تبقى حلوة. هنحط بقى عليها شوية البهارات ونرجع لها. زي ما انتوا هنا حبايبي شايفين معايا بسم الله ما شاء الله الله اكبر. الحلة ضيقة عليها برضو ورد شوية، بس دي بقى الحلة الكبيرة، بس هي بس على ما تتشوح حلو مظبوطه في الحله. انا هنا حطيت بهارات وبصل وعليها والفلفل الاسمر وحاجات بهارات يعني للشوربه. وهسيبها بقى تتشوح مع نفسها كده شويه وارجع لها تاني تكون خدت مثلا تشويحه حلوه، واقوم زيدها بقى بالميه تبقى معانا حلوه باذن الله. هي كده اهي معانا
تبدأ تاخد لون بس كده، واقوم بقى زيداها، واقوم زيداها بالميه، الميه سخنه طبعا على ما اغليلها الميه تكون هي خدت اللون معانا اتغير، ونبدأ بقى نعمل المحشي بتاعنا الجميل زي ما انتم شايفين معايا يا حبيب قلبي. كده بقى خدت اللون كده شويه، هبدأ بقى ازيدها بالميه. طبعا انا بدي التشويحه دي بس علشان لو فيها هي دسمه تنزل الدسم بتاعها في الشوربه وتبقى طعمها احلى. الميه بقى معانا سخنه هي بتغلي، هنبدأ نزيدها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم، الميه سخنه، بسم الله الرحمن الرحيم. كل بقى ما تعوز ميه هحط لها ميه، كل ما تعوز ميه هبدأ احط لها ميه. هنا عينا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. هسيبها بقى معانا بقى تستوي ونرجع لكم. هنا بقى زي ما انتم شايفين معايا يا حبايبي خلصت المحشي اهوت وعملته، وقلت بقى خلاص هنسويه. وهنا بقى لسه في كركبت الحوت، هنبدا بقى نلم مواعيننا ونغسلها. تعالوا ان شاء الله. البطه خلاص الحمد لله، شايفين الدسم اللي عليها يا جماعه، والله الدسم جدعها جميل. لسه بقى هنزيد المحشي بالدسم الجميل دوت. هنا بقى الفراخ البطه استوت الحمد لله وخلصتها سوا. بس شايفين الدسم بتاعها، والله الدسم بتاعها حلو قوي. هنبدا بقى ان احنا ايه ونسوي الاكل ونحمر بقى البطه، ونوريكم بعد ما التحمير وتسويه الاكل شكله عامل ازاي. ونبدا بقى هنا كده خلاص، هنبدا بقى نخش هنا على المطبخ على الحوض بقى. فيه طبعا بعد ما خلصنا الاكل عمايله هنبدا نحطه نستوي، ونبدا بقى نلم المواعين دي كلها بقى، اغسلها ونروق الحوض وننضفه ونرجع لكم. وفي كده بالنهاية يا جماعة دينا رجعنا تاني اهوت. كده خلصنا بقى الاكل بتاعنا والروتين بتاعنا في المطبخ، وروقنا كل حاجة وظبطنا كل الدنيا. وزي ما انتم شايفين معايا في الاخر بقى الاكل جهز والغدا جهز، وكده الروتين بتاعنا خلص معانا النهاردة. وبالله عليكم لو متنسوش بقى تعملوا لنا لايك واشتراك في القناة وعلنا زر الجرس، تقولي لي ايه رأيكم في الروتين الخفيف دوت، حاجة كده خفيفة زي ما انتم شايفين معايا. خلصنا بقى نتغدى بقى ونرجع نغسل مواعين تاني ونظبط الدنيا تاني. يا رب تكون فيديوهاتنا كلها خفيفة عليكم، واشوفكم دايما في روتين في روتينات جديدة، وان شاء الله مع عائلة ام زياد، ونشوفكم على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.